المحور الأول ماذا قبل رمضان؟ فاضل كم يوم على رمضان يا شباب؟ باقي يوم. شو اليوم؟ 22 يوم. ماذا قبل رمضان؟ ال 22 يوم دول ماذا يجب علينا فيهم؟ المحور الثاني رمضان نفسه، ماذا يجب علي أن أفعله في رمضان؟ المحور الثالث كيف أستمر بعد رمضان؟ تمام؟ ده موضوع المفترض لو حابين نتكلم فيه. تمام؟ نتقسم ثلاث ورش بشكل عشوائي، وكل ورشة تختار موضوع من دول. طيب ايه الهدف؟ يعني احنا هنتكلم في الثلاثة دول ليه؟ المفترض حضراتكم كلكم طلاب جامعة، صح؟ عايزين، انا كداعية، ولا انتوا جايين هنا مش في نيتكم ان انتوا تبقوا دعاة؟ صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا هاخد منك الموبايل بجد. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا امره في القرآن ان هو يحدد وظيفته للبشر كلهم. ايه هي وظيفة النبي؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لا دي الرسالة، انما ايه الوظيفة؟ طب ما تدخل من ضمنها. ايه الطريقة؟ ايه السبيل الذي ينتهجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبليغ الرسالة. ايه السبيل؟ ادعو الى سبيل ربك. القرآن قال ايه؟ ربنا بيأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له قل هذه سبيلي، اي اخبر يا محمد كل البشر ان طريقي هي، قل هذه سبيلي، ها ادعو الى الله على بصيره. بس ايه؟ مين فيكم بيتبعه؟ كلكم بتتبعوه. يبقى اصبح لزاما اذا انت بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ان انت شغال ايه؟ داعي. تمام؟ فالهدف من الورشه، وبكره ان شاء الله لما نتكلم الهدف واحد اهو، انا بتابع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا انا داعيه، يبقى يجب علي ان اعرف هذه الاشياء وكيف اوظفها في مجال الدعوه. فما رايكم ان نبدا في تقسيم عشوائي؟ تمام؟ 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. كل اللي هو رقم 1 يبقوا مع بعض، وكل رقم 2 يبقوا مع بعض، وكل رقم 3 يبقوا مع بعض. يلا يا شباب. رقم 1. ها؟ رقم 2 يبقوا هنا ورقم 3 هنا. يلا. رقم 2 يقول انا ما حد. ها؟ انت رقم كام؟ رقم 2 يجي هنا. يلا رقم 3. ها لا، انت كل واحد فيكم في حلقه. يلا واحد. ها اسرع يا شباب. تمام. طيب لكم الخيار، اما ان كل مجموعه هتتكلم في الثلاثه، او كل مجموعه تختار واحده بس تتكلم فيها. تحبوا ايه؟ طيب ها ايه رايكم؟ كل مجموعه تتكلم عن، كل مجموعه تتكلم عن حاجه. انتوا ايه رايكم؟ عن حاجه. كل مجموعه حاجه. طيب رقم 1 اختار بسرعه. نختار في عندنا ماذا قبل رمضان؟ خلاص بالترتيب يا استاذ، يعني بالترتيب. تحبون المشاه بالترتيب؟ طيب احنا مطلوبين الثاني ثلاثه بالقرعه. بالقرعه. طيب بالترتيب يا استاذ وخلاص. ها لا، واحد اختار صباع من ثلاثه اليمين. ده ماشي.
انتوا هتاخدوا دي ها؟ هذا هتاخدوا دي، يبقى انتوا دي رمضان. طيب معانا 20 دقيقة، 20 دقيقة كل مجموعة تعصر ذهنها وتطلع لنا أفضل ما لديها. تمام، هيا بنا نبدأ. جاهزون يا شباب؟ كل محاضرة كل مجموعة هتطلع واحد يتكلم، وفي أثناء النقاش هتناقشوه، يعني هو مش طالع يتكلم، وطالع عشان تناقشوه في اللي كتب في مجموعته. ها، في مجموعة جاهزة؟ طيب تفضل يلا. بس لازم بقية برضو. أي ما هو ها. طيب كم هنا بقى يا شباب؟ كم معنا من الوقت يا أخي؟ معك 5 دقائق. طيب طيب يا جماعة لا نزهد فيما عندنا حتى لا نزهد نحن فيما عندكم. لا تعال هنا عشان تطلع في الكاميرا، وخذ هذا خذ هذا عشان التصوير. طيب كرمكم الله. طيب معنا 5 دقائق. ها يلا شباب. ايوه طيب بسم الله، نستأذنكم في ان ناخذ 5 دقائق من وقتكم الثمين. طيب موضوعنا موضوع بسيط، جهازة المجموعة الطيبة، مجموعة رقم 3. فشكرا جزيلا لهم، وشكرا جزيلا لكم انهم منحتمونا من وقتكم حتى تسمعوا لنا. اقول اولا بسم الله الرحمن الرحيم، موضوعنا ماذا قبل رمضان. طيب هذا العنوان، خلنا نبدا اولا انه نشرح ايش هو العنوان. تمام، اذا حكى الانسان ماذا قبل رمضان يتبادر الى الذهن امرين. ماذا قبل رمضان القادم اللي هو رمضان اللي بعد شهر ونص، او ماذا قبل 22 يوم، او ماذا نعم بعد 22 يوم، او ماذا قبل رمضان اللي ما بعد القادم. طيب نحن خلينا نحكي بالموضوعين. طيب خلينا نحكي الانسان عموما ماذا كيف يتجهز لقبل رمضان. وقبل رمضان فتره قبل رمضان متى تبدا؟ تبدا من بعد رمضان مباشره، صح؟ متفقين على هذا الموضوع صح؟ بس انتهى رمضان تبدا فتره ما قبل رمضان القادم، فنحن المفروض نكون دائما في فتره ايش؟ في فترة تجهيز، صح؟ طيب اتفقنا على العنوان. بدنا نحط هدف بناء على ما حكينا. الهدف أن نكون متجهزين لرمضان من 3 نواحي. تمام؟ الناحية الأولى شو هي؟ شو ممكن يكون الناحية الأولى يا جماعة؟ إذا قسمنا التجهز يعني وكيف نتجهز لرمضان إلى 3 نواحي، كيف شو ممكن تكون الأولى؟ لا بدنا مظلة جامعة. طيب قوة أولى وحدة جسديا. طيب هاي الأولى. 2 نفسيا تتضمن، بدنا معنى أوسع. تم نفسيا، شو ممكن يكون غير نفسيا؟ روحيا، هذه واحدة. هاي جبت الثانية، ضل الأولى. الروح تتعلق بإيش؟ لا مو بالجسد، لا بعضو، بالقلب. تمام، إذا الأولى نتجهز جسديا، الثانية نتجهز إيش؟ قلبيا وروحيا. تمام، الثالثة شو ضل؟ ضل عنا عنصر واحد مهم بالإنسان، يوفي. يا سلام عليك، العقل. إذا أخذناها من 3 نواحي. الناحية الأولى بدنا نتجهز جسديا. طيب الناحية الثانية بدنا نتجهز قلبيا وروحيا. الناحية الثالثة بدنا نتجهز عقليا. نحن كلها الحكي اللي عم تحكيه بهدف شو؟ بهدف شغلة واحدة. الإنسان بطبيعته بيحب الروتين، متفقين عليها هي صح؟ متفقين عليها، رغم أنه شيء غير محمود لكن هو صحي بالنسبة للإنسان. فموضوع الصعود والهبوط المفاجئ هذا الإنسان لا يحبه. فنرى في بداية رمضان تلاقي أغلب الناس عندها كلها يعني لتحت ركود. تمام، فمشان نتفادى هذا الأمر، مو حتى في رمضان، حتى في باقي أمور حياتنا لازم نتجهز. طيب مشان ما نطلع هيك مرة واحدة، مثل مثلا حط السيارة على الخامس وبدي يطلع طلعة مثلا، لا نحط على الأول، طلع شوي 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 حتى نصل إلى قام ونستمر. طيب نبدأ بجسديا، كيف ممكن الإنسان يتجهز جسديا يا جماعة؟ حلوة جدا، حلوة جدا. جسديا تتجهز بإيش؟ بالصيام. كم المفروض نصوم؟ ها؟ يومين بالأسبوع. طيب يومين بالأسبوع، هذا الرمضان اللي بعد 22 يوم ولا اللي بعده؟ بعد 22 يوم. طيب نحن في عنا حديث جميل،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان. يعني احنا الان المفروض ما نكون اثنين وخميس، المفروض كل الايام. يعني ورد عن عائشة اعتقد رضي الله عنها، أنا أكثر من نعم شعبين. نعم فمثلا نص شعبان كان يصوم، عفوا نص رجب كان يصوم، شعبان كامل كان يصوم كامل. ليش؟ مشان تتجهز الى رمضان، مشان تدخل الى ساحة المعركة وانت في كامل قواك، ما تاخذ وقت بالتحماي والتسخين، صح؟ تبدا مباشرة. طيب اتفقنا الصيام. موضوع التقشف، ايش يعني التقشف؟ يعني يخفف الانسان من الاكل والشرب، يخفف من الامور الحياتية المعتادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل رجب وشعبان كان شد ازاره، طبعا هذا فيها دلالة مهمة جدا انه الانسان الامور الاعتدادية اللي كان يفعلها ما يفعلها مرة اخرى. طيب ايضا جسديا موضوع مهم جدا وهذا المفروض الانسان لا يزهد فيه، موضوع الرياضة. طيب موضوع الرياضة، الرياضة انه نعود جسما على موضوع ايش؟ الحركة. لان اغلب الناس في رمضان خامدين، مع انه المسلمين في عهدهم كانت اغلب الفتوحات في رمضان، احد ومعارك كثيرة. اثنين، قلبيا وروحيا. يتجهز الانسان قلبيا وروحيا اولا بترك المذمومات، الحقد، الحسد وما الى ذلك، لان هذول من الاشياء اللي تهلك القلب والجسد. موضوع التخاصم، موضوع صلة الارحام مهم جدا، يعطي نفحة روحية مهمة. الاكثار من القرآن الكريم اللي هو اصلا مرجعيتنا، الاستماع لما يلين القلب مثل كتب الرقائق واستحضار النية. وايضا في بيت جميل يقول لك فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوي كسرة النهم. يعني الواحد فينا يقول انا اذا سويت شهوي راح يخف، يعني اذا اكلت طعام ما بقى راح اشتهي، انما العكس اذا اكل الانسان وزاد راح يشتهي اكثر، حتى المعاصي نفس الشيء. فانت لا تكسر المعاصي بانك تاتي بالمعصيه، بل العكس. الموضوع الثالث اللي هو الموضوع عقليا، يتجهز الانسان عقليا بان يهيئ عقله عن طريق استحضار رمضان في الذهن والبال، والتفقه في الدين والصوم. كيف يعني تجهز عقليا؟ انه انت الاشياء اللي ما تعلمها عن موضوع الصيام انه تجهزها وتصير يكون عندك معلومه عنها. فحكينا هدفنا هو الاستعداد لرمضان، الاستعداد حكينا انه يكون ثلاث امور، جسديا وقلبيا وروحيا وعقليا، وفصلنا فيها وفي ذلك الكفايه والرشد. حد عايز يقول حاجه؟ فاضل دقيقه للنقاش، لو حد عايز يقول حاجه. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، نحن نتكلم عن شهر رمضان لان هو مقصدنا بالنسبه لجميع الأشياء التي يجب علينا أن نعد لها من أجل شهر رمضان طبعا. نعم، علينا أولا أن نعرف قيمة وقدر شهر رمضان. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، ونحن أيضا بحاجة أن نعرف أننا لا نستطيع أن نأتي لشهر رمضان فقط ونستطيع أن ننجح ونحقق جميع ما أردنا إليه، إلا إذا بدأنا بالإعداد لشهر رمضان من أشهر التي قبل شهر رمضان. نعم، كما ذكر أخونا سابقا، لا نريد أن نعيد الكلام المكرر. نعم، علينا معرفة أعظم العبادات أجرا في شهر رمضان. نعم، على عجالة، أولا شهر رمضان يتميز، هو شهر الصيام أولا. نعم نعم، لا شك، ولكن هو شهر رمضان هو شهر الصيام، عبادة الصيام. وأيضا أنتم تقولون هو شهر القرآن، لماذا شهر القرآن؟ نعم، لأن القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان، في العشر الأخير من شهر رمضان، وهذا يعني أن العشر الأخير في رمضان هي أعظم أيام شهر رمضان. نعم، بالنسبة لهذا الأمر علينا أن نعتبر أن هذا شهر رمضان هو الشهر الحلقة الأخيرة الذي هو لنا في الحياة الدنيا، أي من الممكن أن نموت في هذا الشهر، ونعمة هذا الموت في شهر رمضان. لذلك يجب علينا الإعداد والثبات والصبر. نعم، في بداية شهر رمضان تكون العزيمة قوية وتكون الهمة عالية، ولكن شيئا فشيئا عندما نتقدم في صيام شهر رمضان، عندما ننهي العشر الأول من شهر رمضان ونبدأ بالعشر الثاني،
هنا تنخفض الهمة والعزيمة. لماذا؟ لأننا لم نعد لشهر رمضان قبل دخول شهر رمضان، وهذا خطأ شائع وكبير نقع فيه جميعنا، وليس عشان نختصر في الوقت. نعم. أنا دلوقتي المفترض أنا في شهر رمضان، نعم، قل لي بقى أعمل إيه عشان أستفيد برمضان، سواء أنا كنت عديت قبلها أو لم أعد. نعم. باختصار لأن الوقت ضيق معنا، هناك يجب على كل مسلم أن يفكر بأن يخرج من شهر رمضان بأكبر حصيلة ممكنة يستطيع أن يحصلها من الأجر والثواب والحسنات. أولا كما قلنا هو شهر الصيام وقراءة القرآن، وهو لا ننسى أن شهر الصيام هو رابع أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، ودين الإسلام على خمس، ومن ضمنهم صيام رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر قيام الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الآخر الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، هذا على العموم، فكيف إذا كان بشهر رمضان؟ والله يضاعف الأجور لمن يشاء. أمر آخر أيضا الاعتكاف، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، علينا أن نحتذي حذوه وأن نقتدي به وأن نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. أمر آخر قراءة القرآن الكريم، أيضا كما قلنا شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم. أمر آخر ترك الغيبة والنميمة والمعاصي بشكل عام. لماذا؟ هل المعاصي بشكل عام تضاعف في شهر رمضان؟ يا شباب، نعم الجواب هو نعم، المعاصي تضاعف في الأشهر الحرم وفي يوم الجمعة وفي شهر رمضان، لذلك يجب علينا أن نتحرى هذا الأمر وأن نستغل أن الشياطين تكون مقيدة حين ذاك، عندها لا يكون لك إلا ما في نفسك أنت، لذلك يجب عليك أن تحذر من نفسك وأن تحذر من نفسك الأمارة بالسوء. الأمر الوقت انتهى ولكن قدامك نص دقيقة. تمام. وإطعام الطعام، قال بعض السلف لأن أدعو عشرة من أصحابي أطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل عليه السلام. وأمر أخير يا أخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك جنازة أحدهم قتل شهيد في سبيل الله، وبعد سنة تقريبا مات شخص من عامة المسلمين من تلقاء نفسه في بيته وعلى فراشه، قال الناس فيما معنى الحديث يروى فيما معنى بعكس الآية القرآنية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم من الذي يحصل أجرا أكبر، ذاك الذي قتل في سبيل الله شهيدا أم هذا الذي قتل على فراشه وفي بيته؟ قالوا طبعا الذي قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر. قال لا، قال هذا الذي توفي على فراشه ألم يحضر رمضان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بينهما أجر كبير في الدرجة في الجنة بإذن الله، وكلاهما في الجنة إن شاء الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام وسامحوني على أي خطأ كان من نفسي ومن الشيطان. جزاكم الله خير. وإياك. سؤال حلو سمعته؟ نعم. إحنا بنقول إن عايزين كيف أستمر على حال رمضان بعد رمضان، فبيقول لي إيه الدافع اللي يخليك تستمر؟ هو نفس الدافع اللي بيخليك تحافظ على رمضان. بس رمضان يعني مضاعف، تمام، الاجر مضاعف، يعني رمضان. طيب خليني عليكم ساعه كده لك تجد الناس ممكن يعني خليني اقول لك كده انا اليوم، تمام، تسلم يا جميل، ماشي، اليوم بتفق معاكم ان احنا هنشتغل مع بعض في العمل الاغاثي مثلا يعني لمده اسبوع، تمام، ف أول يوم في الأسبوع بس خد بالك أنت شغال معايا، يعني شغال معايا مش هينفع تيجي يوم وتغيب الباقي، أول يوم في الأسبوع هدي على الساعة 100 ليرة وبقية الأسبوع هديك على اليوم 100 ليرة، إيه رأيكم في الفكرة دي؟
الاثنين. ها؟ بقول لك اسباب الحالتين. يعني احنا الان سنذهب سويا للعمل، تمام؟ ساعطيك في اول يوم عمل على كل ساعة 100 ليرة، وباقي اسبوع العمل هديك على اليوم 100 ليرة. طيب بقى خد الساعات واترك الايام، لان ما هي الفكرة بقى ان انت لازم تشتغل الاسبوع كله. بتتركه كله. اخد الاسبوع من اليوم الاول. ما ينفعش، لو انت خدت اليوم الاول بس مش هتقبض المرتب في اخر الاسبوع. يوميا ساعه يعني مش هتقبض في اخر الاسبوع. تقصد ان اذا لم مثلا نسير رمضان كمنهج حياه للشرع، يعني في النهايه سنخسر اجر رمضان في النهايه. الذي يضمن ان رمضان قبل منه، تمام؟ الذي يضمن ان رمضان قبل منه مفيش مشكله، بقيه السنه ما يشتغلش عادي. مين يضمنها؟ ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه ترجمان القران، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الدين وفقهه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، وهو خير من أول القرآن الكريم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة لكفتني، فإن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فمين فينا بقى وهو في رمضان كده آخر يوم في رمضان قعد في البيت وقال لك بس أنا جالي كتاب من الله عز وجل إن رمضان قبل؟ ها؟ اللي يجي له الكتاب ده خلاص ما فيش مشكلة بقى يكمل بقية السنة زي ما هو عايز. وبعدين احنا كلنا حافظين ان الحسنات يذهبنا السيئات. طب هل السيئات تذهب الحسنات؟ ازاي؟ فاكرين القصة بتاعت الصحابي اللي ارسل لقريش وقال لهم محمد جاي لكم بالجيش، صح؟ هذه الفعلة فعلة واحدة قد يقتل فيها الإنسان. كل حسناته اللي راحت، كل اللي عمله لولا إن هو من أهل بدر. يعني لو ما كانش من أهل بدر كانت ممكن الفعلة الواحدة دي تذهب حسناته كلها؟ تخيلوا بقى. ففي واضح الدافع كده ليه المفروض العمل في رمضان والاستمرارية في العمل بعد رمضان؟ تمام. هو احنا بس عشان اذان العشاء احنا ممكن نكمل بعد الاذان شوي. برضو من ضمن الدوافع لما يبقى في حاجة حلوة، تمام، مشروع انا نجحت فيه، هل المفترض ان انا عشان نجحت في المشروع اوقفه واقفله، ولا ان انا احاول اكمل في المشروع الناجح؟ طيب ما هو مشروع ده رمضان ده مشروع، صح؟ مشروعك اللي انت نجحت فيه، يبقى تيجي بقى بعد رمضان عشان انا نجحت اقفل المشروع؟ لا ولا يبقى عندي دوافع ان انا احاول اكمل، حاول تطور احسن. طيب مش احنا دائما بنقول ان احنا بنتبع السلف، ولا حد مش معانا في النقطه دي؟ طيب مين فاهم الدين اكثر، احنا ولا هم؟ مين عامل للدين اكثر، احنا ولا هم؟ ها، حد مختلف في دي؟ طب إذا كانوا هم بيقعدوا 6 شهور يجتهدوا بعد رمضان عشان تقبل منهم أعمال رمضان، وست شهور قبل رمضان عشان ربنا يوفقهم لإيه؟ لرمضان. ده دافع إن أنا أقلدهم ولا لأ؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا، إن التشبه بالرجال إيه؟ فلاحوا. فهؤلاء كانوا يفعلون. فضل فإذا يجب علي أيضا إن أنا إيه؟ إن أنا أفعل. طيب عشان بدأوا الناس يجوا، هو غدا إن شاء الله عندنا لقاء، وأنتم بالخيار، إما إن احنا نستكمل ونقول لماذا رمضان، اشمعنا رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى، اشمعنا. أو عندنا سؤال تاني، يعني احنا محاضرة بكرة هنجاوب على سؤال من الاثنين دول، أنتوا تختاروا أيهم. الإمام الشافعي بيقول لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر، لا أكثر سورة في القرآن 3 آيات،
لكفت. اشمعنى بعد الصلاة بقى نتفق هناخد انهم الاثنين بكره.